فاروق صلاح من زيمبابوي. الحمد لله على السلامة فاروق، ويعني طمنا على أخبار الفريق. تحياتي ليك يا كابتن اسلام ولكل مشاهدي ومتابعي ملعب الاهلي وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. الله يسلمك، الله يسلمك يا كابتن اسلام. من هنا وبالتحديد من زيمبابوي والعاصمه هراري، مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي واستعداد النادي الاهلي لملاقاه فريق بلاتينيوم في الجوله الرابعه لدوري ابطال افريقيا. كل الكواليس كل الحصريات معاك يا كابتن اسلام. اخبار الدنيا ايه والفريق عامل ايه؟ انا سامع ان في شويه مطر هناك، الجو حر، يعني حر ومطر وسقعه وهواء وكل حاجه مع بعض. احكي لنا ايه الموضوع، والرحله كانت طويله جدا وعندنا مباراه مهمه جدا يوم السبت، يعني طمنا بشكل عام على احوال الفريق يا فاروق. هو قبل ما نتكلم على الرحله كابتن اسلام، يعني هاخد من كلام حضرتك بالفعل النهارده، يعني نقدر نقول زيمبابوي او هراري استقبلت النادي الاهلي بجو اكثر من رائع، درجه حراره عاليه والجو ملائم، ثم سريعا لقينا هطول الامطار وسقوط الامطار ثم رعد وبرق، الامر بقى صعب جدا. لكن خلينا ناخد الامر من البدايه. رحله الطيران للنادي الاهلي استغرقت اكثر من 12 ساعه. حركت الطائره اللي استقلها لعب النادي الاهلي والجهاز الفني من القاهره في تمام الساعه 2:30 فجر اليوم، وصلت تم الوصول الى اديس ابابا في تمام الساعه 7 صباحا. كان في ترانزيت لمده ساعتين ثم الانتقال الى الهراري عاصمه زيمبابوي. تم الوصول في تمام الساعه 1:30 ظهرا، يعني سريعا. كان في استقبال فريق النادي الاهلي في مقر في مطار روبرت مجاني بهراري، سيد السفير سفير جمهوريه مصر العربيه سيد السفير محمد فهمي، وايضا الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ كانوا متواجدين في استقبال فريق النادي الاهلي، وكانوا حريصين اشد الحرص على انهاء كافه الاجراءات الخاصه بفريق النادي الاهلي والبعثه الاعلاميه المرافقه لفريق النادي الاهلي. من الامور المهمه جدا يا كابتن اسلام حاله الترحيب اللي موجوده عند الشعب الزيمبابوي بفريق النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي. الامر اللي احنا لمسناه سواء واحنا في مطار القاهره او في مطار اديس ابابا او في مطار هراري، الجميع بيرحب بفريق النادي الاهلي، الجميع تسابق لالتقاط الصور التذكاريه مع لاعبي فريق النادي الاهلي. الاحاديث الجانبيه اللي كانت ما بين المهندس ابراهيم الكفراوي رئيس البعثه مع معالي السفير محمد فهمي، ويعني زي ما قلنا معالي السفير قال لنا ان هو واحد من مشجعي وكبار مشجعي النادي الاهلي، ويحث اللاعبين على ضروره تحقيق انتصار في هذه المباراه. ثم يعني تواجد الفريق الى الفندق ومقر الاقامه. كان في تمرين النهارده كابتن اسلام في تمام الساعه 5:30، لم يستغرق اكثر من 30 دقيقه ل يعني اراد مستر ريني فايلر ان هو يعمل مرحله يعني تمرين خفيف للاعبين. كان التمرين بالكوره في فتره الاحماء مع سقوط الامطار وتوالي الامطار. ان شاء الله يعني المران كان النهارده على ملعب الاستاد الوطني بزيمبابوي، وهو بيبعد عن مقر اقامه بعثة فريق النادي الاهلي يعني 10 كيلو. النادي الاهلي غدا هيأدي مرانه على نفس الملعب في تمام الساعة 3:00 عصرا، ثم ان شاء الله يبقى المران في يوم 10 على ملعب مدينة اللي هيكون بمقاطعة بولاوايو اللي هيكون فيها المباراة ان شاء الله، يكون ايضا في تمام الساعة 3:00 عصرا. والمسافه ما بينها وما بين هراري يعني 450 كيلو، والملعب اللي هيقام عليه المباراه بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي يعني بمسافه 5 كيلو. يعني برضه عشان ندخل في الصوره اكتر يا كابتن اسلام، هيكون معايا دلوقتي